إذا كنت إنسانا صادق فلن يخيب الله فيك هذا الصدق، لن يخيبك الله وأنت نقي من الداخل وتنشد النقاء في كل أمر وتنجذب طواعية للبياض والطهر، لأن قلبك أبيض وطاهر. أنت الذي تبحث عن الاستقامة في كل تعامل، وتسوءك الدروب الملتوية والأيادي المتسخة. أنت الذي لطالما عاهدت روحك ألا تدنسها بخبث الحياة، خشية أن يمتد سوءك إلى الناس. أنت الذي تحرص كل الحرص على أن تكون دوافعك نقية قبل أن تبادر بالفعل. صدقني، الإنسان الجميل لا يجد في طريقه إلا الجمال، وإن خانه البشر فالله من سبع سماوات يمهد له طريق الخير. فطيب النوايا حاشا أن يصنع له الله غير الأقدار الجميلة.